المستقبل لهذا الدين، لأنه دين مبني على العدل والمساواة. انظروا إلى أي دين من الأديان المحرفة أو من الأديان الوضعية التي وضعها البشر، لا يمكن أن تجد العدل والمساواة حتى وإن ادعوا هم العدل والمساواة، لكن بميزان خبيث، بميزان غير دقيق، بميزان مبني على المصالح فقط. فما هو حلال اليوم يحرمونه غدا، وما هو حرام اليوم يحلونه غدا، ويظلمون الناس بغير حق في سبيل الوصول إلى مصالحهم. أما الإسلام فهو دين العدل ودين المساواة بين جميع المسلمين، بين الذكور والإناث، ولكل الحقوق وعليه واجبات، الصغير والكبير، الفقير والغني، الصحيح والضعيف، صاحب الجاه والعامة من الناس. دين العدل، دين المساواة هو دين الإسلام. حتى أن أهل الأديان الأخرى الذين عاشوا تحت ظل المسلمين في العصور الزاهية كانوا يأتون إلى المسلمين وإلى أولياء أمور المسلمين ليحكموا بينهم، إن اختلفوا هم فيما بينهم أو اختلفوا مع المسلمين، يعلمون يقيناً أن الإسلام لا يظلم. فدين العدل والمساواة هو الذي سيسود، وهو الذي سيحكم البشرية بإذن الله تبارك وتعالى. ولا فضل لأحد على أحد في الإسلام إلا بالتقوى والعمل الصالح.